أيلا بنتي عندها سنة وثمان شهور، اكتشفنا مرضها دوي عندها تاني يوم الولادة على طول. فهم قالوا عندها رباعي فالوت، 4 عيوب في القلب، والرئة الشمال مش شغالة، واليمين فيها صمام بيتضخ. عندها صمامات في القلب، يعني صمامات مهمة مش موجودة. بتاخد الأدوية بتاع علاج القلب، ده أساسي بتاع القلب. والأدوية بقى ما بتكون تعبانة، عندها أزمة، عندها شوية برد، بتاخد كتير جدا وبتعمل جلسات كتير قوي، وما فيش أي مستشفى بتقبلها وهي تعبانة، ما فيش خالص، ولا هنا في المنوفية ولا في مصر. كان التروسيكل قبل ما يتسرق ده مصدر دخل. غير كده كنت أنا لما هي كانت تعبانة والدنيا ما كانتش شغالة، عملت سلفة عشان هي كانت تعبانة وعايزة أدخلها مستشفى خاص. هو والدها من لما كان عندها 6 شهور قال لا، لو ولد كنت هصرف عليه، ما هو مرضيش يصرف عليها من بعد 6 شهور. قال لو ولد كنت صرفت عليه وجبت له اللي هو عايزه، لكن بنت ومريضة ما شيلهاش. توقعات الدكاترة يعني بيقولوا لي كل الأمل على ربنا، يعني لأن هم هيعملوا اللي عليهم والباقي كله على ربنا، لأن هي ما عندهاش مشكلة صغيرة، عندها مشاكل كتير قوي. والله أنا ما بقولش إلا يا رب، ربنا موجود يعني. ماما ماما هي حاجة صعبة عليا أو إن أنا أشوفها كده ومش عارفة أعمل لها حاجة، أو أشوفها بتتعب قدامي ومش عارفة برضه أعمل لها حاجة. بس برضه لما بشوفها وماما وتتكلم وتجري قدامي يعني بفرح إن هي ربنا موجود وفي أمل لسه، يعني فيها ربنا قادر على كل شيء. بتقطع عشان هي حتة مني، أغلى من ولادي ابن عمتي. كلنا بنجري معاها وبنروح معاها، بنروح أسوان. وخالتها بتنام على البلاط لما بتدخل عناية، بتقعد في الاستقبال. بتمنى أشوفها عروسة وأشوفها أحسن واحد، ولو في إيدي حاجة لا أعملها، لو عندي حاجة أبيعها وعالجها بيها، ما بنستخسرش حاجة فيها كلنا. أما بتجيلها الأزمة ما ببقاش عارفين نعمل إيه، بنموت عشان حد يصفرها بره، يشوف حالتها. أنا مش طالبة منهم غير كده، يشوفوا حالة العيلة بس، مش طالبة حاجة غير كده.